ليلى ما رح تاكل معنا؟ مو جوعان البنت، حتفطر بعدين. نريمان، ليش ما عم تاكلي؟ شوفي في شي زعجك؟ لا هلأ بتاكل. نعم لما، والله ما منقدر نروح معكم، خلص انتوا روحوا. لما مين؟ مين عم يتصل هلا؟ لما رفيقتها ايه لكان؟ مقررين رفقاتها يطلعوا سيران لهيك عم يتصلوا فيها. ما خبرتنا. يا الله منا بقى، ما خبرتكم بقصة السيران؟ هي لأنه فكرت ما رح تسمح ولا ما حكيت أبدا. رفقتنا ريمان تبع الدورة القديمة رايحين سيران ومن امبارح لليوم عم ترجوها تروح، بس طبعا لأنه فكرت أبوها ما رح يسمح لها تطلع لهيك ما خبرتكم. والله مزبوط صح، ما رح تروح لأي مكان. ماشي. لا تلح لو سمحت، ما فيني روح. ليش ناريمان؟ شو الموضوع؟ أنا حابب كتير أقضي هاليوم معك، ساوي هالشي كرمالي. صدقني ما بقدر روح. خلص انبسط بوقتك أنت. ليش لا؟ ترجعوا بكير ما تتأخروا. يعني عادي حتى لو ما رحنا بسيطة. لا منروح لأنه لما أصرت بلا ما تزعل منا حرام. فخرية إذا ما بدكم فيكم ما تروحوا. كتر خيرك رح نضل هيك قاعدين. انسي، بدي إلا تجهز حالة. ناريمان، فايز بيك سمح لنا نطلع سيران مع رفقاتك تبع الدورة، جهزي حالك ماشي؟ ايه برأيي لازم نروح بس مشان لما لأنه ترجتنا. ايه ماجد، رايحين على المزرعة، أهلي وافقوا. توقعت الدبرية، استنوني عند البحر، يلا بشوفكم. باي باي يا حلوة أنتي. لا تزعلي كتير، انبسطي بوقتك. ناريمان لا تردي عليها. عم حاول ما أفكر بالكلام اللي قالته هالمجنونة عن ماجد، مجرد انه بس احتمال مموتني. يا روحي فهمي هالاحتمال مانو صحيح. ناريمان والله هالحكي كله من جكرة. يلا امي زعلت بعد ما عرفت. ماني حابب اخسرك ابدا ميرفت، بس ما بعرف رح تسامحيني. ما رح زعلك بحياتي، ما رح عيدها بوعدك. طيب بشوفك ميرفا. دقيقة نسيتي شي، كأنه محبسي حطيته بإصبعي. أول ما قبلتي إنك تشوفيني حطيته. كتير منيح. انت كمان اوعك تشيلي من اصبعك، اتفقنا؟ ماشي حيضل معي. فردي خلقتك شوي. والله بدي اتشكرك ماجد بيك، فرحتني كتير بهالسيران.
تكرمي فخرية، يعني لو الفرحة اللي بعيونك تكون عند ناريمان. شبكي يا حلوة؟ شبك ما فيها شي، آخر الأسبوع على طول يوم ممل عند ناريمان، بس لهلأ ما استوعبت إنها طلعت لبرا. أنا منيحة منيحة يا روحي. يلا نيفين، أهلا وسهلا. مرحبا. مو مطولة كتير، ماني فاضية. لو سمحتي تخبري ماجد يجي، لازم نحكي بموضوع مهم وما بيتحمل التأجيل. ماجد مو هون. لينا بركي منساعدك. طيب، معناها أنا بخبر حضرتكم وأنتوا بتخبروا ماجد لما يرجع على البيت. شو هدول بالله؟ كريم بيك فهم علي. ايه سؤالي هو السندات اللي جبت لك ياهم من اللي اسمه انس، كيف بدكم تدفعوا لي قيمتهم؟ انا رجائي لما يجي لهون ماجد تفكروا معه بخطة للدفع. معلوم مبلغ مو قليل، هدول 10 مليون دولار. الإنسان حتى لو أبوه عطاه المبلغ إيديه بيرشفه. مثل ما قلبي أنا رجف. بالمناسبة وقبل ما أنسى، ناريمان وماجد خطبوا، تهانية إلكم. نحن مو موافقين على هالخطبة نيفين. أهلا وسهلا يا بيك. عمو صالح أهلين، شلونك؟ منشكر الله، شلونك وشلون أهلك؟ نحن مناح. شو جواد بيك ما وصل على المزرعة؟ وصل، هو ونور خانهم عم يتفتلوا. أهلا وسهلا. أهلين فيك، شلونك؟ منيح وأنت؟ منيح. مرحبا. 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 ماجد، منروح لعند زكوان بيك؟ تكرمي، يلا جواد لعند زكوان بيك. نور ليش زعلانة مني انتي؟ ما بعرف ناريمان، عن جد ما بعرف شو السبب. أهلي ما بيرتاحوا لك، يمكن هذا هو. ما بيهمني غير اني بحب ماجد. بعرف هو كمان بيحبك، ونيفين عم تتوجع بسببكم. هاللحن رح يلحق معك على الدرس؟ قصدك ايدي تقيله ما بلحقه؟ ايه نعم، وهالشي كلنا منعرفه.
يعطيكم العافية. شو هالمفاجأة؟ أهلا وسهلا. خير؟ كأنك زعلانة. برجع لك. وقفي ما تروحي. أصلا ما في شي نخبي عنك بقى. شفت ناريمان من شوي. حكيت شي مو منيح؟ الحقيقة بتوقع ما في شي مو منيح بالنسبة إلى عاصي. ناريمان طلعت بسيارة حبيبة الشاب الغني وراحت. حبيت خبرك. Başkası yok senin gibi, hayat gibi rüzgar gibi. Başkası yok her şeyimi böylesine saran. Bak hala var derinlerde, hala saklı gözlerinde. Dokunursa kalbine bir aşktır bizi yakan. Yollar zamanlar hep sana koşan varsın olsun kötülükler dünlere kalan yine de sen ve ben gibi güneşle ay gibi tutunuyoruz birbirimize alev alev ateş جيتوا لهون من قبل هالمرة؟ لا هي أول مرة بجي. أكيد نيفين إجت لأنه هذا المكان اللي بحبه ماجد كتير. مستحيل، هذا المكان خاص ومهم بالنسبة إله. خالي أريج بتقول إنه ما بتحب حدا يروح على مزرعته لماجد غير هو وبس، يعني اعتبروا هي قلعة ماجد. بظن انه بفضلك نحن هون ناريمان. شو عم تحكي؟ لا بالعكس، انت وجواد اصدقاء ماجد من وقت طويل. شو الموضوع صبايا؟ كنت عم اقول لها انه رغم معرفتنا بماجد من زمان، هي اول مره بيجيبنا على مزرعته. مزبوط، هون كل الابواب انفتحت للعشق، يعني لناريمان. شو هالكلام يا؟ ما بعرف وقت شوفك لازم أعجب ولا خاف منك ولا لبعيد أهرب. برأيي تتحرك حتى تهرب وتنقذ حياتك. لا مشان الله، ليش هيك حظي عطول؟ نور استني شوي. مبسوطة؟ ايه كثير مبسوطة. لك أنا بموت بهالعيون. Thank you.
التوبة بسم الله. نعم نيفين خانم. ناريمان وين ليلى؟ أصحك تجربي تكذبي علي، فهمتي؟ آه استغفر الله، أنا كذبت عليكي شي مرة؟ ناريمان ما أنا بالبيت، طلعت. وين؟ مع ماجد بيك، طلعت تتسلى. قليلي يلا، بتعرفي وين راحوا؟ معلوم، راحوا سوا على المزرعة. ماجد، ماجد، نيفين، يلا حياتي الأكل جاهز، لا تخليني أنطر كتير. تعرف شو؟ بحب كتير إجي لهون. بتذكر لما طلبتني للزواج؟ إيه. كمان لا تنسي إنه كنت رح بيع هالمكان حتى أوفي ديون الشركة ونرجع لبعض. والله كل هالشي بغيابك فكرت أعمله. ماجد، أنت ممكن شي وحدة من حبيباتك جبتها على المزرعة؟ لا، أنت لحالك هون، ما في غير نفسي ونفسك بس ناريمان. والله عندي فضول أعرف إذا شغلت منقل شوي قبل هالمرة. وأنتي جاوبيني، لشو كل هالحشرية نور خانم؟ لك في سؤال معلق براسي وما لقيت ولا طريقة لأتأكد منه، هلأ أنتو شو؟ كيف يعني؟ اشرحي لنا أكتر. حابين بعضكن ولا رفقة عادي يعني؟ ها؟ يلا احكي لها. بالله ليش أنا أحكي؟ أنت احكي لها. ما عندي خبر بشي بنوب. كيف بنوبة؟ ايه طبعا، لأنك ما فهمتني شي لحد هلأ. يعني ممكن ما كون فهمتك بصراحة بس حسستك. ما بيكفي. صحيح ما بيكفي، بس نحنا بيكفينا. شوفي، هذا عنده مشكلة بالاعتراف وما بده يصارحك. معك حق، يمكن مو متأكد بعد من شي. حتروح قولي اللي بدك تقوله. نور، ايه طبعا بتعرف اسمها، جرب شي تاني. انا بحبك نور. بحبك كمان جواد.
على طول بتنجبري على هالمواقف. تحملي فخرية. صحتين وهنا. شكرا عمو، تفضل. ليكو شو جبتلكن من خيرات الضيعة؟ فليفلة بلدية، بندورة بلدية، وفريز الجبل، وتوت أسود. أنت بتحوشهم؟ في سوق خضرة بلدي قريب من هون، ولما عرفت أنكن جايين جبتهم. يسلموا، طيبين والله. نيفين خانهم هديك المرة كانت جايبت لك الفطور من هنيك. بس انت وقتها كنت نايم، ليش اليوم ما اجيت؟ متشكرين عمو صالح. ناريمان، 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 وقفي ناريمان. ماجد انت كذبت علي، اتركني. لك الموضوع مو مثل ما انك مفكره، وقفي لاشرح لي. ناريمان اذا بتحبيني لا تخطي خطوه زياده، هالمره لازم تسمعيني. بليله اجيت على المزرعه، كنا تاركين بس محتاجك. نيفين عرفت انه انا هون من امي، اجيت وقتها لحقتني، بس مو انا اللي جبتها ناريمان. بعدين الصبح جهزت فطور، حتى انه ضلت عم تفطر لحالها لانه انا فورا مشيت على الشركه، ما كانت معي. هذا هو الموضوع. قلت لي انك ما جبت اي وحده من حبيباتك قبل هالمره ماجد، ولهلا عم اقولها ناريمان. بيني وبين نيفين ما صار ولا شيء، ولا مرة. لو سمحتي. شو عم تساوي هون؟ اطمن اطمن، رح امشي فورا. اصلا ما بدي ضل الي اي شيء بخصني بهالمكان. بنوت لأنه هديك الليلة بأوضة النوم نسيت أغراض إلي وجيت مشان أخذه.
نور، انتي معه؟ ناريمان لا. ماجد لا تلمسني. لا لا تلمسني. على مهلك ناريمان، اسمحي لي فهمك بس. لا تفهمني بقى، لا تحكي لي اي تفاصيل بنوم. ماجد بس شغلة واحدة اقولها هلا، كنتوا سوا انت وياها بهديك الليلة؟ هلا روقي وخليني فهمك الموضوع بالتفصيل. لا ما بدي روق. يا قلي ايه يا قلي لا. اجيت؟ اجيت. بس هي إذا نامت هون مو معناه إنه صار شي بيناتنا بليلتها. ومشان هيك هلأ نيفين جاي لتاخد باقي إغراضة من غرفتك. ناريمان، ناريمان. إيه يا عيني، نحن انبسطنا كتير بهاي القعدة الحلوة وبهالمفاجأة. كان بودي ضل هون امسح الأرض فيك، بس رفيقتي بدها تروح. ناريمان، مع السلامة ناريمان. يلا يلا انقلعي ناريمان. معلش معلش، دموعك حلوين. حلو كتير اليوم ما؟ وشميتوا هوا نظيفة بهالمزرعة. يعني ليش انتي على طول بتحبي تخربي الكون بكذبك؟ لا استني، ناريمان سولمازة بتحكي بهالأسلوب، صايرة مثلها. انتي اختي ولا اختها ما بعرف؟ اختك، اختك يا كذابة. ليش عم تساوي هيك ليفين؟ نور، ناريمان عم اهلك شوي، استني. فخريه انا مالي منيحه والله، ولهلا مو مصدقه كل اللي شفته. ايه طيب، اصلا انا ما بستغرب من الساحره الشقره تعمل اي شيء. ما كانت لحالها هنيك فخريه، ماجد كان معها بليلتها. انت ليش اليوم كذبتي؟ بحياتنا ما نمنا على هالتخت جنب بعض، ونمنا بهديك الليلة بس ما صار شي بيناتنا. بس كان في احتمال. صدق كلامي ماجد، وانا ما سمحت لك وقتها. بتحب تعرف لشو؟ لانه كنت سكران ومو عيان واشتهيتني. لا مستحيل، عم تفهميني انت؟ لا بدك تفهم بس إنه أنا يلي رفضتك بهديك الليلة مو أنت بنوب. مستحيل يصير، لا بالماضي ولا بأي لحظة. هي الشغلة أنت لا. ماجد اسمعني، طول بالك لو سمحت. نيفين، بحياتي ما فكرت فيكي بهالطريقة. لو كنت شربان ممكن شي وحدة من حبيباتك جبتها على المزرعة؟ لا، انت لحالك هون، ما في غير نفسي ونفسك بس ناريمان. انت شو عم تساوي هون؟
رح أمشي فورا. بأوضة النوم نسيت أغراض إلي وإجيت مشان أخذهم. وين الحلو طيب؟ عنا. فيك تتصل بأختك؟ خير، ليش هالعصبية هي؟ يلا اتصل سألهم وين هن. قصدك تقول هي ونريمان وينهم؟ ما بدي، ما رح نخلص من نريمان. جهاد، بدي أقلهم ولا ما بدي أقلهم؟ شوفي. ما في شي يا أختي، بس والله اشتقت لك كتير. وينك انتي؟ بعتذر، قصدي وينكن؟ جهاد بجهنم الحمرة، نحن منيح الكلام هيك يا حلو؟ يا الله دخيلك. شو قالت؟ ليكن بالطريق، لسه بدك تجن انت. ماجد، نيفين منيحة؟ ايه منيحة. جواد، خد نيفين وامشي. لا جواد، لو سمحت لا تعاندني بقى، رح ابقى لحالي هون. ماجد رجع حكى معي كلام ما بينحمل ابدا يا نور. هذا طبعه، ما تغير في شيء ابدا. وانت تغير شيء فيكي؟ البلوى ناريمان عشقانته، ولهيك انا بدي احميه، مفهوم؟ شو بدك فيه؟ حاج بكفي اللي عملتيه معه، لازم تفهمي حاجتك. ماجد ما رح يتركها لناريمان. شو ما عم تشوفيهم؟ سويتي كل شيء وما قدرتي، كل محاولاتك خسرت. وانسي الموضوع. شوف، أنا فهمانك مزبوط وصعب موقفك، بس ناريمان صعب تفهم بسرعة إنه هذا الموضوع كله لعبة من نيفين. لا تحمل الموضوع أكتر، كل شي بيرجع وبيتصلح. نيفين أنا جاية معك، استني شوي. ماجد لا تواخذنا على اللي صار اليوم. جواد بدي روح مع نيفين، بدك شي مني؟ طيب حبيبتي، يلا. ناريمان، التليفون عم يرن، شوفي. ناريمان، ماجد هو اللي عم يدق.
ناريمان. معك فخرية. ناريمان ما بدها تحاكيك، عم تفهم؟ تمام. سمعية شو بدي أقول. أنا ما عاد أتصل، وتصدق اللي بدها تصدقه.